هيدا المستودع اللي فجر، هيدا واللي خرب كل الاقسام اللي مجهته. هيدا بضربه الانفجار ما عاد في شيء، هول كلهم راح، بس اللي باقيين من هجها كلهم بعدهم صار، هول اللي مهديين ومش رح يوقعوا. هيدا التدمير هو جزء من تنظيف المدينة من أي مكون عنده محتوى سياسي. قررت الحكومة تخفي الجريمة، تنظف المدينة وتكذب التقارير التقنية. بلش التحضير لإطلاق مناقصات هدم مبنى الإهراءات أو اللي بقي منه، بس بعد ما عرفنا مين فجر المرفق والتحقيقات بعدها عم تتعرقل، وبعده مرفق بيروت مسرح جريمة. بعد التفجير اعتبر مبنى الإهراءات الشاهد الأقرب للجريمة وصمد بوجه الصدمة وحمي نص المدينة. مبنى الإهراءات مش قطعة لحال ومش معزول عن محيطه، هو جزء من النسيج العمراني، طور على حساب المدينة وتطورت المدينة على أساسه، وصار حاضر بالذاكرة الجماعية لسكان بيروت كتسكير يومي بإجرام السلطة. لكل هالأسباب الإهراءات بطلت مجرد مبنى، والتصرف فيها بطل مجرد قرار حكومة. قرار هدم الإهراءات كل حدا متضرر أو من سكان المناطق المتضررة أو كل حدا عم يطمح للعدالة معني فيه. اليوم المشكلة أنه في غياب لأي إطار لإعادة تأهيل المناطق المتضررة أو إعادة إعمار المرفق، في غياب لإطار رسمي تشاركي. بس وزير الاقتصاد أمين سلام جاهل ضرورة خلق هيك إطار، وخلق لجنة مؤلفة من 5 وزارات لاتخاذ القرارات، واعتبر مسألة الهدم مسألة تقنية بتوقف عند قرار من القضاء المختص، وكأنه الهدم بيصير مبرر بحال قطعت التحقيقات مرحلة معينة. من دون قرار واضح وصريح من القضاء المختص أنا ما حأتحرك بأي شيء له علاقة بالهدم. بالكلمة نفسها اللي هدى فيها الوزير الحماس تجاه الهدم بعد الحملة اللي صارت، أقر الوزير بسلامة الجزء الجنوبي من الإهراءات بحسب الدراسات، بس ضل مصر على التهويل بموضوع الخطورة. في خطورة إنه هيدي الإهراءات توقع قايلة للسقوط وقايلة للوقوع، فأول شيء الخطر موجود. الخطر هو الأقسام المتدلية والأقسام اللي بعدها على السطح، بس الخلايا اللي موجودين بعدهم أنا بعتقد ما بيوقعوا، بس إنه صالحين يتصلحوا أما لا ما بيتصلحوا. ليه؟ لأنه هون عملوا شقفة واحدة، يعني ترقيع ما بيسوى، بس إنه خطر يقع وبكرة مش راح يقع. بتتفق الدراسات التقنية مع هالرأي. دراسة المهندس الفرنساوي إيمانويل دوران أوصت بالاكتفاء بهدم الجزء الشمالي من الإهراءات وتدعيم باقي الأجزاء، وحتى دراسة خطيب وعلمة يلي انعملت لتبرير الهدم بتقول إنه ممكن ما نقدر نعمر فوق الإهراءات المهبطة بسبب نوع أساسات وخلايا الإهراءات الحالية. وبوقت بتبطل حجة الخطورة مع التدخل الفوري لتدعيم الإهراءات، سحب وزير الاقتصاد من برنايتو حجة جديدة بتتعلق بالأمن الغذائي للمواطنين هالمرة، ومع أنه هي الحجة مشروعة إنما هدم الإهراءات ما رح يحله. أولاً لأنه ممكن من اليوم البحث بموقع جديد لنقل الإهراءات، مثل ما عم بيقترح الاتحاد الأوروبي مثلاً أنه تنتقل إهراءات القمح لمرفق طرابلس، وتانياً لأنه ما في إمكانية يتعمر إهراءات جديدة بنفس مكان الإهراءات القديمة. لا يتعمر محلهم أنا بعتقد صعب. ليش؟ لأنه الأساسات كل الأوتاد 2500 وثد موجودين كلهم تحت الأرض، لترجع تعمل أساسات فوق منهم صعب كتير، تصير بدك تزيل كل هالأساسات اللي موجودة وإزالتها صعب كتير. مشان هيك أنا بعتقد إعادة بناء إهراءات بنفس الموقع صعب كتير. الخلايا الكبيرة هيدي إياها، هيدي الخلايا الكبيرة وهيدي الخلايا الوسطانية وهيدي الخلايا الصغيرة. مجموع الخلايا اللي عملناه هون 105,000 طن نحن، واللي انعملوا بعدين هن الصفين الأخرانيات 15,000 طن اللي انعملوا يمكن سنة 76 أو 77. الذاكرة الجماعية مش موجودة بقاموس السلطة، بالعكس بتسعى السلطة لمسح كل الشواهد على حقبات سابقة. كل شيء ممكن يلخص ويوثق تاريخ محدد السلطة ما بدها إياه، وبالمقابل بتخلق روايات متضاربة عن التاريخ لحذف الذاكرة الجماعية ولتخفي جرائمها بهدف إعادة إنتاج نفسها على نظافة. عم تجرب تقول لسكان المدينة الانفجار ما صار. بس سؤال هدم الإهراءات مش محصور بنقاش الذاكرة والماضي، هو كمان سؤال للمستقبل. إذا انهدمت الإهراءات شو رح يجي محلها؟ بكل مرة اعترض المجتمع على عملية هدم، الهدف ما كان بس بسبب الحفاظ على الذاكرة
على أهمية هذا الشيء. وأنا ما أجى الاعتراض كمان نتيجة وعي كتير كبير عند المجتمع لشو رح يجي بعد الهدم، واللي بيجي دايماً بعد الهدم هو مشروع استثماري ضخم بخدمة مصالح كتير ضيقة على حساب حقوق الناس. السلطة تستهون الهدم أحلى من التدعيم أو الترميم، بيخلق فرص أوسع للاستثمار خاصة مع تغير قوانين البناء ومع الاستثناءات اللي بتنعطى لشركات التطوير العقاري حتى تعيد تشكيل المدينة من فوق لتحت، بمعزل عن النسيج الاجتماعي الموجود يلي أخذ عقود تيتوسع بشكل عضوي من تحت لفوق. بس كمان كتير مهم نشوف إصرار السلطة ضمن سياق أوسع لمفهوم الهدم. اليوم السلطة بمؤسساتها المتنوعة عم تطرد بائعي السمك من الطرقات، عم تلاحق ناكشين نفايات، عم تزيل التعديات عن الملك العام بهدف تنظيف المدينة وتطهيرها. كل هول الممارسات هي شبيهة بهدم الإهراءات، بمعنى أنه هن ممارسات عم تنعمل لمحو المقومات المجتمعية ومحو الإمكانيات السياسية اللي موجودة بالمدينة ومساحاتها. فإذن النزاع على المدينة بيتعلق بالموجود وكمان بالمش موجود بعد. معظم عمليات البناء ما بعد الهدم والأموال المرتبطة فيها بتكون متناقضة مع الاقتصاد المحلي والسكن والبيئة والمصالح الفردية والجماعية للسكان. اليوم يلي إجا بعد ما انهدم معمل لذيذة بمرمخاي، اللي إجا محله هو مبنى تجاري فاخر بيؤدي لزيادة الأسعار بالمنطقة ولإزاحة الناس ولإرساء نموذج اقتصادي بالمنطقة يلي بيجي على حساب حقوق الناس.